النهارده ليا صديقه استاذه امراض النساء بتقول لي التكيس، بتقول لي مش اقل من 50% من الستات عندها تكيس، سواء اللي بتشتكي او ما بتشتكيش. التكيس بقى منتشر جدا، يعني مرض العصر عند الانثى النهارده. الستات عندهم تكيس، التكيس اعراضه كتيره، يعني التكيس في على فكره في تكيس وما بقاش فيه شكوى اصلا من اي حاجه. يعني اعراض التكيس ان بيبقى في مثلا عدم انتظام الدوره، حب شباب، ارتفاع ضغط الدم، زياده الوزن، اكتئاب، توتر، ضعف ووقوع الشعر، زياده في شعر الوجه، تغير في لون الجلد، حاجات كتيره بتحصل مع التكيس. وساعات ولا حاجه بتحصل مع التكيس ولا اي عرض، وتروح تكشف بالصدفه تعمل الترا ساوند يقول لها انت عندك تكيس عالي كبير جدا في المبيض. ما سمعتوش الكلام ده؟ حد فيكم مر بالتجربه دي؟ او شافها عند شافها في صديقه او مع او اخت او حاجه؟ فتلاقي دايما التكيس مش بالضروره اعراضه ثابته، حتى انه يمنع، حتى انه يؤثر على الحمل مش بالضروره، بس هو قطعا بيأثر على مخزون البيض عند الانثى. فالانثى بيجي لها بتعاني من التكيس امتى؟ بتعاني من التكيس اما تحس انها مش مسنوده. انا ماليش سند في الدنيا، انا ماليش راجل يسندني. هل الانثى فطرتها انها تعيش بدون غير راجل يسندها؟ لا، بس الرجاله وحشين، الرجاله وحشين وذكوريين جدا ولاد الادب، فلازم انا اعتمد على نفسي. فانا راجل وست في بعض، ما تسمعوش التعبير ده، انا كده اكون اسمعه معظم الستات اللي بيخشوا لي في العياده. انا راجل وست في بعض، انا راجل وست في بعض، انا المسؤول عن البيت وانا اللي بصرف على البيت، هو بيصرف على الحاجات وانا بكمل بقيه الحاجات، وانا ما صرفتش العيال هتضيع. وقصه كبيره جدا في معظم البيوت ان الانثى هي ست وراجل في وقت واحد، وبالتالي ان الرجاله دايما مقصرين والرجاله ذكورين كمان بيطحنوها فوق كده، فهي لازم تاخد بالها من نفسها لان الرجاله هيدمروها وهيطحنوها ومش هيدوها اي فرصه ولا يدوها اي حق. فهي لازم تعتمد على نفسها وتبقى قويه جدا. كل ما الانثى تعتمد على نفسها وتبقى قويه ممكن تعمل نجاحات في حياتها كبيره جدا، لكن بتعمل لكن تخش في تكيس من الناحيه الثانيه. ليه بتخش في تكيس من الناحيه الثانيه؟ لان هي حاسه ان مالهاش سند، والانثى فطرتها اللي ربنا خلقها ان لها ذكر سند. دي الفطره.